عرفوني فين مشيت. ولكن هذه السنه قررت بانني ناخذكم معايا وتمشيو معايا لاي بلاصه مشيت ليها. فقلت مادام ما كاين لا مغرب ما كاين حتى شي حاجه غادي نشوفوا فين غندوزوا العطله. ولكن قبل ما تجي العطله لمده انا سناخذ شهرين ديال البارت تايم، يعني عندي بزاف ديال الوقت 60 يوم ما فيهاش غير عطله ديال 20 يوم ولا 15 يوم. اذا غادي نشوفوا مع بعضياتنا بزاف ديال المدن الايطاليه، وماشي فقط المدن، ما غادي نشوفوا حتى العيشه في القرى، غادي نشوفوا بزاف الاشياء. ومن خلال هاد الجولات اللي غادي نتلاقاو حتى مع المتتبعين ديال القناه وديال الصفحه، يعني من خلال هاد الجولات غادي نتعرفوا، تكون فيها معلومات اللي يمكن تفيدكم سواء فيما يخص القانون، سواء فيما يخص الاقامه والعيشه والكرة، يعني بزاف العمال، بزاف ديال الاشياء اللي غادي نحاولوا نكتشفوها مع بعضياتنا ونستافدوا، وتكون بواحد الطريقه اللي هي خفيفه ظريفه ان شاء الله. اذا يلو معايا، اول مدينه غادي نشوفوا اليوم هي مدينه تورينو اللي فيها اكبر جاليه مغربيه على الاطلاق، وماشي فقط اكبر جاليه مغربيه وكذلك اقدم جاليه مغربيه وجاليه دوليه بايطاليا هي تورينو اللي وصلها المغاربه في التالي ديال السبعينات. نتمنى يعجبكم البلوغ. نحن في الابواب ديال مدينه تورينو، مدينه تورينو اللي كتوقع في شمال غرب ايطاليا، وكتبعد على الحدود الفرنسيه والسويسريه بحوالي 100 كيلومتر فقط، وهي كلها جايه على جنب نهر البو، واللي تعتبر المتنفس نتاع هذه المدينه بالاضافه للحدائق ديالها الكبيره جدا. كيف ما كتشوفوا من ليمن كاين مركبات سياحيه ومستشفيات ومتاحف، ومن الجهه نتاع يسار كاين نهر البو وحديقة متنفس، أكبر حديقة في مدينة تورينو. مدينة تورينو مدينة تاريخية لها تاريخ عريق جدا، وتعد من أهم المدن الإيطالية لمكانتها التجارية والثقافية والتاريخية. كذلك تورينو هي عاصمة جهة البيومونتي كابولوغو، العدد السكان ديالها هو تقريبا او حوالي 900,000 نسمة، ولا ضفنا عليها الضواحي كيوصل مليون ونص نسمة. هي ايضا العاصمة الاولى لايطاليا الموحدة من سنة 1861 الى 1865. تورينو هي حاليا واحدة من المراكز الصناعية الرئيسية بإيطاليا، وجزءا من المثلث الصناعي مع ميلانو ومع جينوفا. إلا انتبهتوا مزيان غادي تشوفوا بأن تورينو ميلانو جينوفا تيكونوا بالضبط على الجغرافية كيكونوا واحد المثلث، وهو مثلث صناعي واقتصاديا تتحتل المرتبة الثالثة بإيطاليا من بعد روما ومن بعد ميلانو. الناتج ديالها المحلي هو 58 مليار دولار في السنة، وتتحتل المرتبة 78 كأغنى مدينة في العالم، المرتبة ديالها 78. تورينو تتشتهر كذلك بالفرق ديالها ديال كرة القدم يوفنتوس، وكذلك التورو، وكذلك مشهورة لأن عندها المقر الرئيسي لعدد كبير من الشركات ديال صناعة السيارات. تورينو مشهورة بالفيات، بالفراري، باللانشا، وألفا روميو. علاش عزلنا تورينو؟ لأن كيف ما قلنا فيها أكبر جالية مغربية وأقدم جالية مغربية. عدد المغاربة اللي موجودين بتورينو هما 23,400
وخمسة ديال الأشخاص، 51% من ضمنهم هم رجال، و 49 فيهم هم نساء. إذن غادي نمشي ونشوفوا جميع، نشوفوا واحد الجزء صغير من تورينو. هو واحد الحي سميتو بورتا بالاتسو. بورتا بالاتسو هو نشأ في الأول ك يعني سوق شعبي داخل واحد الحي، ولكن شوية بشوية فعل الهجرة شي كيجي بشي شي كيلتحق بشي ترجع حي لمعظم ديالو مهاجرين وخاصة مغاربة. وصلنا لمدينة المغاربة، مدينة تورينو، وكما كيقولوا علام في الدار على باب الدار، لأن غير حنا في الباركينغ دابا، والنسبة ديال السيارات والناس اللي في الباركينغ اللي هما مغاربة تقريبا 90%، الباقي أجانب، الإيطاليين مازال ما شفناهمش. السلام عليكم. سلام. مين جاي؟ أنا أختي. دار بيضاء. الله يحفظك. ها؟ شحال هادي أنت في؟ 16 عام. 16 عام. تبارك الله. وولفتي؟ ضروري ياك. هذا المغرب ها؟ هذه قطعه ديال المغرب. هذه ماشي قسم القطعه ديال المغرب اللي بغيناها، كنجيب ناخذوها من هنا مع هذا الاخ صالح. اسماك الله. انا هشام. هشام تبارك الله، عشت الاسامي كما كيقولوا. هذا حب الملوك ولا بالخوف؟ ماشي بالخوف. كل من 90 1990 ماشي غير الخضرة ولا الفلفل، بحالك بحال هذا، مكرطوش ردو حنا في الغربة. تمام؟ تمام، اسمي عمر. عمر؟ إيه عمر. أنت منين؟ مروكو. مروكو؟ من المغرب. منين؟ من مدينة واتزون. واتزون؟ سي. تبارك الله. هذه كواتر ما سيدي ونارو، هذه مات كواتر ونارو. مع قرود، مع قرود، مع قرود، مع قرود. لا بارزة ونهاير هاي الكيلو. تبارك الله. ونهاير هاي الكيلو، دفاسي نبقى أربعة ونتي كوانتا الكيلو. 51 كيلو. دابا أنت يا ولد زم، منين جيت؟ شحال هادي من سهل؟ أنا مدة سنة 12 سنة هنا بمدينة تورينو. وشحال هادي مشيتي للمغرب؟ مدة ربع سنوات. ايوا عندي لي غوالي كي ماروكي كي ايطالي. هنا هو المغرب. شحال شحال هادي من مشيتي؟ مشيت غير عندك مع الوباء اللي هو مازال ما نقولوا غادي نمشيو ان شاء الله. تبارك الله. وشكرا. الله يحفظك. القناة ان شاء الله بحول الله. تسلموا ان شاء الله وتشوفوا. الله ينصرك. امين. الله يوفر الانسان. الله يهدينا. هادشي اللي الله يرضي بينا.
هذا هو اللي غنقول على يعني بلادنا. شكرا الحمد لله. الخبر اللي دار لينا هذا كان سمعت قال لي شات بالزيت اييه والله ما نكذب عليك والله قال لي شات بالزيت ذاك العام فارس اوكي دوك 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 العام تقول احنا شلنا في اليوتيوب راح السيده هي تقول لي راه مشات بلجيكا مقاطعة ما ماشي مشيت سكنت انا مازال ساكنة في مازال ساكنة في ايطاليا مزيان مشيت لبلجيكا عا دايرة كوك لا مزيان 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 مالكم بطيخ ناقص تبارك الله عطي كو كان عندي شي كاميو كو كان عاوني تبارك الله عليك باش المشكل الله يصحى لك الامور عطي لي بالجديد من عندك الله يحفظك خير العيشه عطي لي بالجديد الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا دين حنايا بداخل سوق بورتا بالاتسو كيف ما شفتوا المنطقه ديال الخضار والفواكه تقريبا مسيطر المغاربه كاين من طبيعه الحال حتى منطقه ديال الباس جهه ديال الباس جهه ديال الصبابط كل جهه على حده حنا دابا في جهه ديال الاحديه ومن بعد كاين حتى السوق نتاع الاشياء اللي مستعمله والاشياء اللي هي قديمه تاريخيه طبيعه الحال هذا السوق هذا كيبدا مع 7 ديال الصباح ولكن تيبقى مستمر هنا فيه شويه ديال الناس لان حنا وصلنا مع طلين مع 11 فكاين غير شويه ديال الناس هذه دار تقريبا 12 ديال الصباح والحاجه اللي لفتت انتباه ديالي هي التغازه المغربيه اللي في السوق ديال الاشياء المستعمله عجبتني بزاف ودليل على ان البيع الشغير مغربي روعه بمكان انك تلقى يعني قطع من البلد ديالك في اي مكان وكتلقى ولاد بلادك في اي مكان كامل اللي بغيتي عندنا مرحبا بيه ونهار كبير هذا مساتنا صباح عندنا اليوم اكرام والزوج ديالها نهار كبير هذا بغيت نشكر الاخت فاطمه الزهراء الصديقه ديال القناه صديقه وفيه واللي لحات علينا باش نمشيو عندها وعرضت علينا اكثر من مره وحقيقه الكرم المغربي يعني بان في اجمل حله ديالو وشكرا للاخت اللي مشى لتورين ويوقف عند فاطمه الزهراء فتبارك الله عليها طباخة ماهرة جدا جداً من بعد ما تغدينا في المطعم كملنا الدورة ديالنا ونشوفوا المشتريات كيف ما قلت لكم المحلات مغربية كل محلات مغربية هذا شنو تبارك الله عليه يعني شخصية عظيمة واللي تعرفت عليه يعني هكا على غفلة نقدر نقول لكم بانه انسان رائع يعني واحد التعامل يعني ما عادش فكرة يعني الحشمة الصواب الكرم الادب الروعة ديما كان وتوا شربوا بزاف من المنبر شربوا من عندو الفوق كان عندو اي حاجة كنا من فوق الوراق راس الحانوت من فوق على اليد القهوة باليقامة ديالها Wow.
خاتم العرس روعه، ولكن تيبقى هذا هو فيه شويه ديال العود وفيه شويه ديال المسك في هذا الحزم. كنصوت على هذا وناخذ هذا وصافي، كل بخير اكيد صافي جميل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفاش بخير؟ الله يحفظك. بخير عليكم. كيفاش الدنيا؟ الله يجازيك بخير. كاليتي وجودك. مرحبا بك اليوم مفطرين، ألف مرحبا والسادة. شنو سميتك هذا المحل ديالك؟ مزارة الخير. مزارة الخير بورتا بالاس. تبارك الله. جولي ولا مردوي مزارة الخير، مرحبا بكم. أسماكم الله. ياسين. عبد الحق. عبد الحق. منين نتوما في المغرب؟ كازا بلاكا. كازا. تبارك الله عليكم. الله يحفظك والسادة. أنتم شرفتينا فطورينا. يلا شرفتينا فطورينا. الشرف ديالي على حسابكم. هادشي عندكم زوين بزاف. الإنسان ولا حماق يعني. ماشي دوك المغاريب ولا شوفوا شحال زوين. اللي كيعجبو الناس اللي كيعجبهم بحال هادشي ديال الدار اللي حماق عندها هاد الناس. هاد الكيسان ديال الصيف هما شوية كبار على أتاي، بالنسبة لي أنا جاوني شوية كبار، ولكن يمكن تستعملهم حتى هنا يعني خاص نصير شي حاجة أخرى في المكان. عجبوني حتى هادا جايين مقدرين. وديجا جايتكم هادي هي تورينا روعة في المكان، ميمكنلكش تحس بأنك غادي تخرج المغرب. ياسين في العمل. كاينه الجوده والحلال. ياك سيدي. من المليح. تبارك الله عليكم. خرجنا من التورينو المغربية لأنها فعلا مغربية، بناسها بحوانتها بسواقها بالدروبة ديالها بأي حاجة كتنفس بالمغرب. خرجنا منها ورجعنا التورينو الإيطالية، يعني غير بطنوبيل هذه الساحة ديال كاستيلو باش نشوفوا غير الناس اللي بعادين على تورينو اللي ما ساكنينش فيها ياخذوا واحد رأي شوية بسيط، لأن في الأول كيبان لك بحال الانسان ما هاجرش ما مشاش لاوروبا، ولكن هذاك فقط حي، داك الحي اللي هو غالب عليه الطابع نتاع المهاجرين، سواء في بزاف ديال الافارقه وبزاف ديال الالبان وبزاف ديال الرومان، ولكن المغاربه يعني كاين بزاف بزاف بزاف. هذه ساحه سان كارلو، اجمل ساحه حسب رايي ديالي. كاينه ساحه الكاستيلو سان كارلو، ساحه تاريخيه كيكونوا فيها لي كونشيرت، كيكونوا فيها يعني بزاف ديال الاشياء زوينه. ما يمكنش الانسان يجي بلا ما يمشي يتقهوى في الساحه ديال سان كارلو، رائعه. وصلنا لليفيا ديال الشوبينغ فين كاين كاع ديك لي مارك انترناسيونال، غوتشي، برادا، اي حاجه سولتي عليها اي ماركه يعني في الموضه العالميه كتلقاها في هاد ليفيا، يعني في هاد الشوارع الكبيره جدا واللي هي روعه بمكان، يعني نقاوه 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 نقاوه، شي حاجه ما يمكنش كلها مارمو يعني رخام، كلها بنايات يعني شكل معماري روعة بمكان انتما كتشوفو. فتورينو تستحق ان الانسان يمشي يشوفها وتزور تورينو اكثر من 10 مليون في العام، اكثر ديال السواح من 10 مليون. ممكنش توصل لايطاليا وشمال ايطاليا وما تشوفش مدينة تورينو، لانها حتى تاريخية ما فيهاش فقط الشوبينغ وانما حتى مدينة تاريخية. Thank you.
يمكنش تزور يعني مدينة كبيرة بحال تورينو وما تصادفش في الطاق ديالك دوك الفنانين ديال الشوارع دي ارتيستي دي استرادة او ما تصادفش شي احتجاجات او الناس ديال الانتخابات او ديال الجمعيات فانت غادي انت كتصادف. غادي نكملوا الطريق ديالنا ومن هاد الشوارع ديال الشوبينغ اللي غاليين غاليين كاين شوارع وحدين اخرين فين يمكن الانسان يعمل شوبينغ باثمنه مناسبه وكذلك المحلات مثلا المقاهي ومطاعم باثمنه مناسبه. كنقطعوا لبياتا ديال كاستيلو وكنزيدوا واحد شويه وكنلقاو عاوتاني يعني فنانين ديال الشوارع تلقاو محلات كيف ما كتشوفوا محلات بأثمنة يعني مناسبة يعني ديك لي سوتو مارك يعني ماشي ماركات الكبار بزاف ولكن لي ماركات اللي على قد الحال. إذن الرحلة ديالنا تقريبا سالات حنا خارجين من المدينة وحقا حنا خارجين من المدينة كتصادفنا ساحات كبيرة جدا وشوارع رائعة كذلك غادي ندوزوا على القنطة على جنب النهر وغادي نتلقاو واحد المعلمة تاريخية روعة بمكان غرومير ومن بعد غادي نخرجوا من تورينا فيها سواء البلايص فين الانسان يمكن يخرج مع وليداته حدائق يعني لا تنتهي يعني مناطق خضراء لا تنتهي اللي بغى التاريخ اللي بغى الحضاره اللي بغى يعني الهندسه المعماريه اللي بغى القرايه اي حاجه كاينه في مدينه تورينو. انا شخصيا كنعتبرها اجمل مدينه وكنقارنها بزاف بمدينه فاس ولو انها يعني في مدينه فاس. كنتمنى ان الفلوج يكون عجبكم عارفه بان اول فلوج يعني مازال فيه ما يتحسن ومازال خاصني نتعلم شويه الاشياء ولكن حاولت نعطيكم مجموعه ديال المعلومات في الانسان يمكن له يسافر في يبدل شويه كيفاش عايشين المغاربه تما. الحمد لله بخير نتمنى انني نشوفكم ونتمنى انكم تساندونا وتشجعونا بلي لايك بالاشتراك في القناه. نلتقي ان شاء الله فلوغات وحدين اخرين الى عجبوكم قلنا بان في لي كومونتير بان عجبوكم كبحال هذا لي فيديو وكذلك غادي نكملوا لكانت شي حاجه على القانون ديال الهجره شي جديد شي حاجه بطبيعه الحال نتوما الاولى غادي تعرفوها. كنحييكم وغادي نتلاقاو مع فلوغ جديد ومع مدينه جديده ان شاء الله. تحياتي الى اللقاء.